ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأحبابنا من النار، واجعلنا اللهم من عبادك المخلصين المخلصين، واغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكرنا بعد فضل الله عز وجل عن الخطبة وبينا عن المهر، هذا قبل الزواج، نبدأ اليوم بالعقد، العقد الشرعي الذي يقوم بين الزوجين. كل زواج لم يكن فيه عقد شرعي فهو زنا، وكل امرأة زوجت نفسها بغير ولي فهي زانية، وكل زواج لم يكن فيه مهر كذلك فهو زنا. فالأمور لازم ننتبه لنذكر واحدة واحدة. أولا، العقد يجري بعد اتفاق بين الزوج وبين أهل الزوجة، أو بين أبو الزوج وأهل الزوجة. فالاتفاق الذي يحصل بينهما اتفاق على المهر وعلى العرس والزواج كيف يكون. فإذا اتفق الفريقان يجب أولا أن يتفقوا على المهر، المهر الذي يدفع للزوجة هو حق شرعي من حقوقها، حق شرعي للمرأة، لا يجوز للوالد ولا للأم ولا للأخت أن يأخذوا من هذا المهر شيئا. وأي درهم يؤخذ من المهر سواء بحياء أو بغير حياء فهو حرام، يؤكل حراما. فلو أن الأب أخذ من مال ابنته، من مهر ابنته، أو أن الأم أخذت من مهر ابنتها، فهي مرتكبة لأمر حرام. والذي يحصل أن الأم تقول لابنتها: بدي أنا، أنت هلا انخطبتي ودفع لك نقد، أنا ما لها أحضر العرس تبعك أنه ما عندي بدلة، إذا ما تشتري لي بدلة ما بحضر عرسك. بتحطها تحت الأمر الواقع، تشتري لها بدلة، بدها تأمن لها بدلة من مهرها، وإذا اشترت لها بدلة بتقول لها: لا، أختك، أختك كمان بدها بدلة، بدها تحضر العرس تبعي، ما بنحضر عرسك إذا ما بتشتري من مهرها. فهذه الأم إذا لبست هذا الثوب ارتكبت الحرام، فصلاتها فيه باطلة وطاعتها فيه باطلة، لا تقبل صلاتها ما دام عليه منه خيط واحد، لأن هذا مال البنت، هذا مال مال إلها. فلا الأب يجوز له أن يأخذ من مهر ابنته، ولا الأم بيجوز لها أن تأخذ من مهر ابنتها، ولا بالحياء. وما أخذ بسيف الحياء فهو سرقة، هكذا الحديث، ما أخذ بسيف الحياء فهو سرقة. بتخليها تستحي منا أنه ما بنجي لعندك، ما نحضر عرسك، ما كذا، فبتصير البنت بتستحي تروح تشتري لها أو تدفع لها لحتى تشتري، فبتكون هذه الأم أكلت حراما ولبست حراما. وكذلك الأخت كذلك. والأب من اللي ربيتك أنا 18 سنة ما بيطلع لي شيء أنا من مهرك،
بده يشتري الثاني بدلة، بده كذا. اليوم اجاني السؤال، اليوم امرأة تزوجت واخذ ابوها المهر وراح دفعه دين له، وترك بنته. بنته الان بعد ما اتزوجت الزوج الثاني، الاولاني اخذت منه المهر خلاها تحلف يمين حرام بانه ما قبضت منه قدام القاضي، وهي قابضه المهر، قابضه المهر من جوزها الاول، اخذوا ابوها وشاري محل بمهر بنته. تركت زوجها الاول، امرها ابوها تحلف يمين بانه ما قبضت منه شيء مشان تاخذ مهر مره ثانيه. فالبنت تزوجت الزوج الثاني، بالزوج الثاني صحي ضميرها وايمانها، فعم تسال بالنسبه لهالمهر اللي اخذته وحلفت اليمين شو كفارته؟ شو الكفاره؟ نال فالكفاره بدك ترجعي المال لهاللي حلفتي يمين ما اخذتي منه، ليس له كفاره غير ذلك. قديش قبضتي منه؟ بدك ترجعي له المبلغ. ان سامحك كون حق اخذتي، وان ما سامحك بدك ترجعي له اياه. هكذا الاباء كثير بياخذوا من مهر البنت او البنات او الامهات، فمهر البنت خالصا لها، لا يجوز لاحد ان ياخذ منه شيئا. هذا من خصوصيات الفتاه فقط، لها ان تاخذ هذا المال ان حبت. البنت العاقله غير البنت اللي ما لها واعي. في كثير من الامهات بتخلي بنتها تشتري خروق، خروق بتم بتشتري اواعي، بتشتري خروق بالمهر، بتروح لها نادى كله بالخروق. البنت الواعيه اذا كان فيها وعي تاخذ المهر ما بتشتري خروق فيه، بتشتري بدله بتفوت فيها عند زوجها، وزوجها هو بده يلبسها، وبقية المال اما انه تشغله او بتصمده حتى يكون مضمون الها، تخليه الها. اما بتخليه او تشتري فيه خروق، الخروق تشتريها بتلبسها البدلة اول ليلة وراحت عليها صفية الكب. كم بدلة عم يشتروا للعروس؟ أربعة خمس بدلات، وكل بدلة حقها 60 و70 و80 ألف. فهي مسكينة راح مهرها كله بالخروق، تلبس البدلة مرة مرتين ما عادت تلبسها. هذا ضياع للمال، وهذا عدم وعي من الأم لبناتها. فالمفروض أن تأخذ البنت المال وتشغله حتى يدر عليها خير، أو تصمده حتى يبقى معها، أو تشتري فيه ذهب إلها، أنت ما وقعت في الضيق بتبيع. هكذا الوعي. عند ما بيتفق الصهر وعمه على المهر، الاتفاق عم يصير في شيء تاني في الاتفاق. بيجي العم بيقول له يا ابني انا لح اخذ منك مهر 100 ألف، لكن قدام الناس منسجله 500، منسجله 500. هي لعبة، المهر ما تسجل لا ما اتفقوا عليه هنين، يلي بيتسجل بالدولة هذا المهر. فبيقول له نحن مشان الناس ما يحكوا علينا نحن بنرضى منك ب100 ألف، بس قديش منسجله؟ 500 غير مقبوضين. قديش مهرها هي؟ 500. ضحك عليه انه ناخذ 100 لكن سجل عليه 500، والصهر ما عم ينتبه انه معلش انه هذا عمه ملحة يدق فيه، هو عم يدق فيه لا على رقبته، ما عم يخلي له نفس يتنفس عليه، فبده ينتبه. المال ما سجل، والعقد
عقدين، عقد للزواج وهو العقد الشرعي يلي بيحصل بالبيت بين العم وبين الصهر بوجود شاهدي عدل، بعدين بينزلوا بيسجلوه بالمحكمة، بالمحكمة مشان تثبيت حق البنت، مشان تثبيت المهر بيتثبت بالمحكمة. يلي بتسجل بالمحكمة هذا الثابت، واللي ما بتسجل ما شيء. فإذا كان كتب المهر اتفقوا نبدأ بكتابة العقد، متى ما اتفقنا قديش بدنا نسأل أبو العريس وبنسأل العريس وبنسأل أبو العروس، موافقين على المهر وأنتم موافقين الحمد لله متفقين وما في شيء، فبنقول لهم بسم الله نبدأ لحتى نجري العقد. أما إذا ما اتفقوا الآن، مثلا في اتفاقات المهر 100,000 وبيدفع له 50,000 لبس بدن، هلا هيك صاير 50,000 لبس بدن، هدول 50 يا ترى من المهر ولا هدية؟ يعتبرهم من المهر والهدية، بيعتبرهم من المهر، يعني المهر 150,000 بيقبضهم 50 لبس البلد ومية مكتوبين. فإذا اعتبرناهم من المهر جاز له الدخول متى شاء لأنه أداها الحق. أما إذا اعتبرهم هدية وما دفع له من المهر شيء بنقول له ما بصح تدخل ما لم تدفع شيء من المهر. أما إذا دخل من غير دفع مهر فهو على غير صواب، فهو حرام، فلا بد من دفع المهر. لما النبي زوج ستنا فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لسيدنا علي، سيدنا علي أراد أن يدخل على ستنا فاطمة، فالنبي قال له أدي لها مهرها. قال يا رسول الله ما عندي شيء أنا هلا. فقال له أين درعك الحطمية؟ ما عندك درع؟ وينها؟ قال له جيبها. فأخذ النبي باعها 460 أو 480، دفع 400 لستنا فاطمة وقال له هلأ بتدخل، وخلى 60 معه. أما إذا ما دفع عم نكتبه نكتيبة، كتب قديش 200 متقدم و300 متقدم، كتب أخي بتحسن تدفعهم؟ شو بيكون الجواب؟ لك شغي حبر على ورق. إذا حبر على ورق معناته ما بده يدفع، ما بده يدفع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نكح امرأة، من نكح امرأة وهو يريد أن يذهب بمهرها، ما بده يدفع على نقد، كتوب كتيبة وما رح يدفع، وهو يريد أن يذهب بمهرها فهو عند الله زان يوم القيامة، يعتبر زاني. هذا تزوج بالحلال ولا بالحرام؟ هذا صار زواجه حرام ما صار زواجه حلال. قربوا لي شعر لقدام الله يرضى عليكم مشان اخوانكم اللي عم يجوا. اتحركوا تحركوا شوفكم الله يبعث لكم هزة من عنده تهزكم كل واحد بشي 10,000 دينار يا رب، تنهزوا هيك بتنهزوا هزة منيحة، بتقول لو انكم كل واحد بياخذ له 1,000 ليرة اللي بيقرب الله يستر ما تطلعوا على الكرسي. فلا يصح اذا للشاب ان يدخل الا ان يدفع شيئا من المهر، فان لم يدفع فلا يصح زواجه. بعد ما دفع المهر بدنا نجري العقد، المهر متقدم الآن ومتأخر، المتقدم والمتأخر مهر واحد، هو مهر واحد مو مهرين، مهر واحد. لما الناس صاروا يضيعوا حق الزوجة فعملوا المهر متقدم ومتأخر حتى تضمن حقها بعد الطلاق، يصير عندها شيء من مال فعملوه متقدم متأخر.
أما إذا كان بدنا نكتبه مثلا 200 متقدم 300 متأخر، قديش نكتب المهر؟ 500. المهر 500، في زمته أمانة، في زمته هذا بده يؤدي الأمانة، وإذا ما أدى الأمانة نسأل الله السلامة. حاصل هذا المهر. بعد المهر إجراء العقد. قبل إجراء العقد من الواجب الشرعي أن نسمع وكالة البنت لأبيها، بدنا نسمع وكالة البنت توكل أبوها بالعقد. شلون؟ نحن قاعدين ناخذ 2 شهود، والشهود في مذهب الحنفي لازم يكونوا ملتحيين، لازم يكون له لحية، إذا ما له لحية ما بيصح العقد. فهماني؟ لذلك بدك تكتب الكتاب، بدك تشهد قبل بشهرين، ربي دقن مشان تشهد. هذا في مذهب الحنفي الله يرضى عنه. فالشهود بيوقفوا 2 مشان يسمعوا. فاللي بده يعقد العقد، لو فرضت انا رح اعقد العقد، اجى لعندي بده يعقد له العقد، انا اهلا وسهلا، نادينا للبنت واثنين شهود معي، بسأل الزوج اولا شو اسم زوجتك؟ بيقول لي اسمها زينب. بيني وبينه توقف البنت برات ورا الباب، بيقول لها يا بنتي انت شو اسمك؟ ان قالت زينب تكون هي المطلوبة، وإذا ما قالت زينب أنه كان في عادة ابني لازم نحذر كل الحذر. كان في عادة لما بدهم يزوجوا البنت بينزلوا أختها، تكون البنت صغيرة بينزلوا أختها الكبيرة أنه هي فلانة باسم أختها، والقاضي بيجري العقد على مين؟ بيجري العقد على أختها على أنها هي فلانة. مثلا واحدة زينب واحدة فاطمة. زينب المخطوبة عمرها 16 سنة نحيفة، أختها عمرها 18 سنة، بينزلوا أختها أنه هي زينب، هي كانت من قبل تصير كتير. فالقاضي بيقول لها أنت شو اسمك؟ بتقول له زينب، بيجري العقد عليها. بعد ما أجرى العقد عليها بيطلعوا بيعطوها هديك، العقد جرى على هي، ما عاد يصح تتزوج غيره، كأنه صارت زوجته، صارت زوجته. فإذا تركه وأخذ هديك، أخذ هديك بالحرام، وهي تزوجت الغير بالحرام. كثير كانت تكون. لذلك هلا القاضي صحي لها الناحية هي، هاتي هويتك، بيطلب هويتها أول كل، بشوف الهوية بتنا معها صورتها واسمها، فإذا كان وافق بيعقد العقد. فلذلك بدنا نسألها شو اسمك؟ فإذا قالت زينب، إذا بتوكلي والدك بعقدك؟ في بعض البنات تقول بتهز براسها، إلا احكي بدنا نسمع الصوت. واحدة بتقول ما توكيل هذا، شو بدنا نسمعه؟ ما بتعرفي تقولي نعم؟ بدها تقول نعم وكلت أبي بعقدي، وبيسمع 2 شهود عندها بنجري العقد. أما وكلت أبوك بعقدك؟ إيه، ما بيمشي الحال. كلمة إيه هي بيظهر ما مثقفة ولا متعلمة، فمتى ما وافقت منفوت إيدها إجراء العقد. العقد يجلس العم والصهر. في بيروت الصهر ما له حق يقعد، بيوكل أبوه، بيوكل. إذا كان الابن بالغ راشد هو لازم يعقد العقد، أما أبوه ليش؟ بيقول له زوجتك موكلتي، وهذاك بيقول له أنا قبلته لموكلي. ما دام الصهر موجود وبالغ خلاص. أما لما بيكونوا 2 صغار، البنت عمرت من 5 سنين والصبي عمره 7 سنين،
بيتوكل الاب وكل موكلي وموكلتي. اما ما دام بالغ ما بده موكلي، بس البنت حتى ما تجلس بين الرجال بتوكل ابوها، فابوها بيجي بيحط ايده بايد ذلك الشاب. تعلموا العقل شو هو، ما في شيء يعني، لكن له شروط. العقد كشرط من ككل خطبة من الخطب لابد للخطيب من أربعة أشياء أساسية. أولا الحمد لله رب العالمين، اثنين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثلاثة الوصية بالتقوى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أربعة قراءة آية قرآن. هذا العقد كم شرط؟ أربعة. أما لو حط إيده قال له أنا زوجتك وقال له أنا قبلت، قال له وقف يا بابا، ما في هون، ما سميت، لا سميت ولا حمدت الله ولا صليت على النبي، فعقد غير صحيح. فلا يكون العقد صحيحا ما لم يجري به الحمد. الحمد لله يسمى الحمد لله، يسمى الحمد والثناء على الله، والصلاة على سيدنا رسول الله، يعني وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ثلاثة الوصية بالتقوى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أربعة نقرأ آية من القرآن، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. صح العقد. فبيبدأ العم يقول له زوجتك وأنكحتك موكلتي ابنتي، زوجتك وأنكحتك موكلتي ابنتي بالإذن منها والولاية عليها. مين الإذن؟ لما أذنت له، والولاية أنه هو والدها، والولاية عليها على مهر قدره كذا. فالصهر بيرجع شو بيقول له؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأنا قبلت منك زواج موكلتك على المهر المذكور، والحمد لله رب العالمين. هذا العقد إيجاب وقبول بشرطين، شرط إذن الفتاة واحد، والشرط الثاني لا مهر معين، ولاية الزوج العم الأب يكون موجود، الولي، فبده يكون الولي موجود، وبده إيجاب وقبول. فإذا حصل الإيجاب والقبول صح الزواج. هذا العقد بيجيبه شيخ بده يكتب الكتاب. هلا أظن بالمحكمة ممنوع، ما هي ممنوع بالمحكمة العقد البراني، يلي بيكتب كتاب براني في حبس أظن. قد ايه هلا صار؟ عشرة، كان من أول سنة عاملينه، هلا صار 10 أيام حبس، وفي غرامة 100 ليرة غرامة بسيطة. بسيطة الغرامة 100 ليرة، يعني لأنه في كتير بيكتب لكتاب براني ويدخل عليها. كتاب براني بده يكون بوجود الشهود وإذن الولي. أما إذا تزوجت من غير شاهدين ومن غير ولي فهي زانية، فلا يجوز هذا الزواج. فإذا لا يصح الزواج إلا بوجود ولي و إيجاب القبول. حصل، بده يكون الولي وشاهدي عدل. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل،
هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لا نكاح يعني صحيح إلا بولي وشاهدي عدل، فإذا كان شاهدي عدل صح النكاح. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. 3 مرات النبي أعاد: فنكاحها باطل، هي إذا تزوجت بغير إذن الولي. فإن دخل بها تزوجوا زواج سر، قال: فلها المهر بما استحل من فرجها. قديش المهر؟ بدها تاخذ مهرها، صارت زوجة، هو يتزوج بالسن مشان ما يدفع، فهون بده يدفع له المهر. قال: ان ما رضي يدفع له فان اشتجروا اتخانقوا فالسلطان ولي من لا ولي له. اولا اذا كان ابوه ما رضي يزوجها، كثير من الاباء كمان بده يزوجها على مرأه ما على مرأها، بدك تاخذي ابن عمك غصبا عن راسك، فاذا ما بدها تاخذه ما بتحبه بده يزوجها غصبا عنه، او بده يزوجها لواحد في ورم منه لحسه منشان ماله، بده يزوجها منشان ماله، هي ما بتحبه. فلما بتصل لها الحال لها ان تنزل الى القاضي بتقول له: ابي بده يزوجني غصبا عني وانا ما بقبل، انا بدي فلان، ما بدي يلي بده يزوجني اياه. فالقاضي بيجيب ابوها بيقول له: انت مالك حاط الداخل، بدها فلان، بدنا نعقد عقد على فلان بوجودك. بيقول له: ما برضى انا. بيقول له: غصبا عنك بدك ترضى، ما دام هي بدها خلاص. اذا تزوجت على ما بدها ابوها بيقول له: انا بتبرى منك، مالك بنتي. مصيبة اللي صاير الجهل في ذلك. فإذا كان ما رضي أبوها فالقاضي هو اللي بيكتب لها الكتاب وبيمشي الحال. طيب وبالنسبة للمهر دخل عليها لها مهر مثلها. مين مثلها؟ أختها بقديش تزوجت؟ جارتها بنت أختها قديش تزوجوا؟ قال: والله تزوجت ب600,000. نقول له: بدك تدفع 600,000. والأخي ما لحنا متفقين 100، ما دام ما اتفقتوا عن مهر بدكم تحطوا 600، هذا مهر المثل. فكثير كيف بتصير من الأمهات ما بيرضوا يكتبوا له المهر، لأنه بتعرف بنتها مزوجتها مزوجة بنتها على 1,000,000، وهذا درويش بده يدفع 200,000، فبتقول له: من غير ما نكتبك على البركة، وانت منا ومنا وفينا وما في بيناتنا خلاف، معلش. ومتى ما دخل بتطالبه بالمهر. قديش المهر؟ بقول: مهر المثل. مهر المثل بده يدفع 1,000,000، لانه هيك اختها تزوجت. بقول له: احنا ما هيك، ما قلتوني ما في فرق، هيك اختها هيك تزوجت بدك تدفع. فدائما الفتاة التي لا يسمى مهرها مهر لها مهر المثل. عرفنا شو مهر المثل؟ قديش قرايبينها اخواتها بقديش تزوجوا تاخذ مثل حكايتهم. فبيكون زوجين وحده بالغالي لواحد، اما بيكون من برا او جاي وطالبين مهر، بيقولوا لي: شلون ما في بيناتنا؟ من غير احنا ما على البركه، احنا قضينا فيك وعلى البركه. ومتى ما دخل بيطالبوا بالمهر. ما انتم ما اتفقنا ما بنختلف، هيك مهر المثل والقانون هيك. مظبوط. الشرع والقانون مهر المثل. لذلك خليكم صحيانين يا شباب على البركه، وانت قريب منا وما في فرق بيناتنا، بقول له: لا، يلي اوله شرط اخره سلامه. قديش؟ والله اختها تزوجت ب600، بتقول له: انا مالي هون.
ما في معي، بينكسر ظهره من أول من قبل ما يتزوج. فهذا إجراء العقد. فبعد ما بنجري العقد في بعض الأمور لازم بقى تنتبهوا لها. هذا متى ما جرى العقد صارت زوجته على سنة الله ورسوله، صارت حلال له. لكن نقول لك انتبه في بعض الأمور، بعض الخطبة بعض أوقات من أجل العرس 5 أشهر 6 أشهر بعض أوقات سنة. فهون شو بده يعمل بهالمدة؟ شو العمل بهالمدة؟ لح أحكيكم ياها عشان ما واحد منكم يتزحلق، لأنه بخاف عليكم وأشرب موز كتير. ما أشرب موز، عم يدهنوا يدهنوا الأرض بالصابون ويرشوا عليها مي، وانت لابس بقاب خشب شلون بيمشي؟ مثل انا عم يتزحلق على التلج. خليكم منتبهين. فاول وحده لا تكتر زياراتك، لا تكتر زياراتك لبيت عمك. كتر الزيارات بيزهدوا فيك، ما عاد لهم تعلق فيك، بيزهدوا فيك وبتقل محبتهم. غير مكانتك بنظر أهل الزوجة بتخف. بين أن لو بتروح بالجمعة مرة، بالخمستاشر يوم مرة يصهري والله عم يشتاق لك، والله مشغول شوي. خليك دائما تقل حالك. بنصح كل شاب لما بدي يتزوج يحط بجيبته ورقة كلينكس، يتقل حاله شوي، يعني يعني مشان تتقل شوي، ما انه عديم وقع بسلة التين ما عاد حس، ما عاد التفت لبيته لأمه، صار كل يوم وين رايح جاي مخفي. بتقول له تضربي انت وهالعريس تبعك، شو عاملنا دق ودوس رايح جاي؟ شو ماله بيت ماله ام؟ بيكرهوه. فلذلك يا ابني خلينا نمشي على قاعدة الشريعة. فلك ان تزور يا ابني في كل 15 يوم مرة او كل 10 ايام مرة، يعني بالشهر 3 مرات زورهم وخفف زيارتك. ما تقعد من عشية لعلى بكرة قاعد قر 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 قر، بركي ام عمك بده ينام، مرت عمك بدها تنام، ايه قاعد ومرخم، مشان ايش كل هاد؟ خفف زيارتك، خلي الزيارة لطيفة. زر غبا تزدد حبا، هذا كلام النبي. زر غبا، شو معنى غبا؟ يعني اجعل فاصل بين الزيارة والزيارة. زر غبا تزداد حبا، البنت بتتعلق فيك وحماتك بتتعلق فيك وعمك بيتعلق فيك، والله ما شاء الله حوله، شو نفسه عفيفة، نفسه هنية. وبتقعد انت وزوجتك مع اهلها، خلي حديثك لطيف. الحديث هون كمان له يا ابني له شيء، له شيء كبير. لما بدك تجلس مع زوجتك في كتير من الشباب ما عم يفهموا، عم يصير يعني بعد ما عم ينكتب بكتاب عم تطلقه، بنت ما عم ترضاه. ليش؟ بيقعد معها بيكشف لها كل الوراق، والله انا حبيت فلاني ومشيت مع فلاني وقعدت مع فلاني وصار بيني وبين فلاني كذا. لك تضرب شو ما فيك فهم، لك لمين عم تحكي؟ هي زوجتك بتغار. لما بتسمعك انه قعدت مع هي وقعدت مع هي، معناتها عرفان قبل منها، ما بقى بدها اياك، صارت تكرهه. لا يا ابني لا تكشف وراءك، خليك تقيل شوي، عود ذكرها بالله، دل على الله، احكي لها الدرس اللي سمعته، احكي لها الحكمه اللي سمعتها. لا تفتح سيره انه عرفت وما عرفت، الله سترك فيها، لا تجي تفضح حالك فيها. فالماضي لا تحكي،
وإذا قالت لك هي ممكن تفتح الباب تقول لك إيه كم واحد عرفت قبل مني؟ إلا ولا وحدة. أنت أول حب في حياتي. صحيح ولا كذب؟ أول حب في الحلال. أول حب في الحلال بس ما تقول في الحلال. يعني كمان كل واحد بدي فاهمكم إياها. أنت أول حب في حياتي. وما عرفت غيرك. بقلبك عم تقول بالحلال ما عرفت غيري فبتطمئن الى تنسر لك وانا والله ما عرفت غيرك الحمد لله الحمد لله الطيبات للطيبين امنت لك لكن لما بتقلها والله والله قبل مني اتلاقيت باكثر من 12 وحده يعني بتقول لك الحقهم ثاني يوم مره بدايك اما بتقول لك يا بنتي انت او بتقول لها والله لو بينزل من السما ما بقيت ما باخده عرفان 12 وحده شو بعرفني شو في بينه وبين هون بكره بعد ما بيتزوج بيرجع لهي او بيرجع لهي ما بقيت ترضاك فتقلوا حالكم شوي يا شباب هي ابوكم ما بيحكيكم اياها ما هي وامك ما بتحكي لك اياها بس انا بدي احكيكم اياها انه انا احن عليكم من امهاتكم وابائكم حتى تكون حياتكم يا ابني حياه سعاده فلما بتقول لك شو عرفت ما بعرف غيرك ابدا انت اول حب في حياتي وانت اول وحده بعرفها في حياتي بالحلال مظبوط فلما امنت لك تتعلق فيك بتحبك ولو بعد الزواج الماضي راح ماضي راح بالحلال انمحى الحرام فلبقت تحكي عن ما كنت عليه يلي بيذكر معصيته تكتب عليه مرة ثانية خاصة اذا ذكرها هو مفتخر انه والله في واحدة قعدنا انا وياها شو عملنا وانا وياها شو سوينا بيكتب المعصية مرة ثانية المعصية راحت تبنى الى الله وتزوجنا خلص وصلنا الى الحلال اقلب صفحة وافضل ما تقلب صفحة شق الصفحة الماضية وكبها خلص انتهينا بدأنا الحياة الجديدة حياة الدين حياة الشريعة حياة الحلال وهي الحياة يلي بدك تصل فيها الى رضاء الله عز وجل فهون لما تحكي لأما بتقول لها والله يا ماما ما بيعرف حدا قبل مني يا ماما شو لطيف شو نفسيته ما شاء الله بتصير كمان حماتك بتحبك كأنه أنت بريء ونقي وطاهر بتكون عامل لك 50 وحدة لكن هيك يا ابني لازم تظهره هيك لازم يلي الله ستره يستر على حاله ما تقعد تفضح نفسك وتكشف أوراقك وتكره نفسك لغيرك خليهم يكرهوك بيكرهوك بيسألوها ليش تركتي قال له واحد فلتان هذا فلتان 50 وحدة ماشي معه لما بتروح بدك تخطب بيسألوا الأولانية ليش تركتي قال له والله كان فلتان بيقلعوك روحت حياتك من شان لسانك يحكي فلتة لسان كما انه الفتاة كمان لازم تكون الفتاة كمان واعية كمان تكون الفتاة متقلي حالة ما بمجرد ما يعني صار التقينا تقول له والله امي اخلاقها كذا وابي اخلاقه كذا واخي اخلاقه لك لا فضحتي عيلتك لك بينك وبينه لا تحكي هلا خليكي سادرة لتوصلي لعنده للبيت والله أمي بتفعل كذا والله أمي بتروح كذا لما بشوف بيقول البنت بدها تطلع بكرة لأما ما عاد يجي لعندها خير خطبها ما عاد يجي كثير هيك البنات بيحكوا
ببعثوا لنا الاوراق خير. والله كل ما اجى خطيب مرتين بيقعد بيظهره بيرجع، لانه ما عم تعرفي تحكي معه. اما تفتحي صحيفتك انت وياه، خليكي متقلي حالي، خليكي على وعي وعقل. فلما بتكوني واعيه وعاقله لك بيحبك وبيعشقك. اما والله كنا هيك وساويت هيك وامي هيك، ما بقى يرجع. ما هيك على اللي عم يصير؟ طيب هي وحده انتبهوا لها. ولما بدك تجي تزور اهل زوجتك او بيت عمك، زيارتك في إلها كمان قانون. ما شلون مكان منفوت، شلون مكان نطلع، شلون مكان نقعد. اول ما بتفوت لبيت عمك احذر كل الحذر ان تصافح اخت زوجتك. انتبهوا لهالناحيه هي. اخت الزوجه بتجي بدك تصافحها؟ لا عفوا، والله انا متوضئ، انا متوضئ، ما بصافح النساء. مرتك بتصافحها، ما هي زوجتي، زوجتي. اما غير زوجتي ما بصافح. حماتك لا تصافحها، لا الحماية ولا اخت الزوجة. انه اخت الزوجة بعض اوقات تجي بدها تقعد بدال اختها، بتحب جوز اختها وبتعمل الحركات قدام جوز اختها مشان تحببه بحاله ويكره اختها. وصارت عدة مرات بيترك اختها بياخدها الها. هذا كثير بتصير. لذلك اول وحدة يا ابني انتبه من المصافحة، لا تصافح من النساء في البيت احد غير زوجتك. هذا بعد العقد، انه ما بصح يا ابني. والحكم الشرعي في مذهب الحنفية يا احبابي، لو صافح مرت عمه او اخت زوجته وحس بنعومة ايدها هو عم يصافحها، انه ايدها ناعمة، تحركت نفسه، انه ولو حماته، انه والله ايدها ناعمة، والله ايدها، بمجرد ما حسيت الاحساس حرمت الزوجة عليك حرمة مؤبدة، ما عاد يجوز تاخذها مطلقا. هي واختها واختها وامها وبنتها كلهم حرموا عليك، يعني العيلة بما فيها حرمت عليك بمجرد ما صار مصافحة فيها بعد الاحساس بينك وبين امها او بينك وبين اختها. فلذلك بدنا ننتبه كل الانتباه. مصافحة ما في، فوت بأدبك، تقعد بأدبك، واحذر من الممازحة، إياك والمزاح، لا تمزح، خليك متقل حالك، لا تمزح. في واحد بيصير بيرمي نكت، بيصير مثل ايش؟ مثل كركوز بالضحك. صير كل ما بيجي خليه يجي، والله مشان نضحك لنا شوي، يعني صار الصهر شو صار للضحك، نقص حاله. لا تمزح، خليك المزحه بكل لطافه تحكيها بكل تأني. اما نضحك نمزح، شوف اختها قاعده قدامك صار تضرب على اجريها وتضحك، شان ايه؟ شان تاخذ بالك انه شوف قديش هي انسرت فيك. صير هو قاعد بيطلع على مين؟ على اختها. هاي كثير امور يا ابني كثير ما حدا بينتبه اليها، وهي كثير عم تخرب وتفسد. فلذلك اذا دخلت تدخل بكل ركابه وركازه، وتقعد بحديث لطيف، حديث فيه الإحسان، فيه الدلالة على الله، فيه ذكر الله، من غير مصافحة ولا ممازحة ولا اختلاط. ممكن تجي أختها لابسة أو عين، تقول لها احكي لأختك، فوت لجوا، تقول له أختي، تقول له أنا وياك ما بدنا غيرنا،
ما بدنا، انا بدي اياك اليك ما بدي اختك. وكثير يا ابني بصير يا ابني بين الازواج، والله يطفينا، والله يا ابني شبنا. انا لما طلع الشيب بيلاقيني كان عمري 30 او 31 سنه. هسه لما طلع الشيب من كثر ما بيسمع الانسان الحياه، عما ياخذ البنت الحماية عم تطمع بصهرها، حماية عم تطمع بصهرها. وانا والله يا ابني طلعت واحد، طلعت له زوجته من هالناحية هي، راح لعند لبيت عمه، فحماته بعثت بنتها يلي هي الزوجة، بعثتها لعند الخياطة حتى تخلو بصهرها، وتزينت لصهرها ونادت له يا بنت مرت عمي حرام قمشته بلا حرام بلا، افترك وهرب. الله فلته، اجى لعمي قلت له فورا بطلق لبنته. عم تصير كثير، والاخت عم تدخل على اختها. وفي حديث نسأل الله السلامه، النبي كلام عليه الصلاه والسلام كثير ذكر لنا ان المراه ما تميل الى غير زوجها، او تجي لحتى تاخذ محل اختها، بدها تاخذ محل اختها، بتخلي اختها تطلع حتى هي تقعد مع الصهر. فصلى الله على معلم الناس الخير. فاذا كان بدها يكون صهر الزوج الها، الا لاختها لا تفوتي، خليها بعيدة. هو ما يرضى فعندها بيعلقوا فيك وبيعرفوك صاحب دين، بيعرفوك انسان شريف، انسان ما بتحب الزاحلة، بيعلقوا فيك وبتكون انت احسن واحد بالعيلة. هيدني صلى الله عليه وسلم. واذا كان حماته قعدت قدامه، خليك دائما على صحو. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دخل الى بيت الاحمى اللي بنسميه الاحمى، فالنبي قال اياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الانصار افرايت الحم، بيت الاحمى يعني امها واختها. قال الحم والموت، موت الدين من هون بيجي، انه متى ما اختلط باختها واختلط بامها نسال الله العفو والعافيه، راح يكون هناك الامور التي لا تقر العين، لا صغير ولا كبير. قال عليه الصلاة والسلام لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. حكيت لكم يا هي عرفتوها، إذا واحد خاطب ما بيصح لحنا نخطب ما لم هو يدرك. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. كمان في البيع والشري، إذا عم يشتري وجيت أنا بدي اخذ الاغراض، قل له اخي انا بدفع لك زياده انا باخذها، ما بيجوز تبدا لحتى هذاك يرفع ايده. واحد عم يشتري سجدي، عم يشتري شيء، عم يتفق هو وياه، عم يقول له اخي 300، لا قال له 250، لا 300، لا 250. اجى واحد قال له اخي انا باخذها ب 310، قل له هذا حرام، لا يجوز لك أن تدفع ولا يجوز لك أن تشتري ما لم هو يرفع إيده. لما بيترك تبقى أنت هذه الساعة بتشتري، أما ما دام عم يسوم ما بصح تسوم معه. طيب، قال ولا تنكح المرأة على عمتها. واحد آخذ العمة بده يأخذ إن كمان بنت أختها، ولا على خالتها ما بصح.
كمات الحديث اسمعوا، قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها. ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها. هاي بتجي الرجل رضيان متزوج وحده وعنده ولدين وثلاثة، بتجي بحيلة بدها تشتري من عنده، بدها تشتري بضاعة، تكشف عن وشها، تضحك له، تقلك المسكة قدامه، بالتم عم تاخذ وتعطي معه وهو لحاله، والإنسان بشر فبميل. تجي مرة ثانية، مرة ثالثة، تعلق فيها، تعلق فيها، بده يخطبها، بده يتزوجها، تقول له: لا، أنا ما برضى للطلة الأولانية. لك الأولانية أم ولادي، ما بترضى، ولعبت بعواطفه، صار ينزل للأولانية سودة، ما بقى تعجبه. متى ما الرجل مالت عينه لبرا ما عادت مرته تعجبه، صار بينظر لزوجته أنه غير كفء. بيجي شيخي: بدك تأذن لي، مرتي وصخة ومرتي ما بتنفع، ومرتي ومرتي. لك قديش صار لك معها؟ صار له 17 سنة. هل عرفتها وصخة؟ هل عرفتها ما بتنفع؟ حابب وحدة، متى ما مال لبرا ما بقى تعجبه زوجته. فهي اللي اجت، هي اللي النبي عم يقول عنها بتسأل طلاق اختها مشان هي تاخذ محلها. ايمتى بتاخده؟ انتبهوا اخواتي، انتبهوا، خلينا نفهم كل وحدة. انا ما بحب خبي وحدة، وانتم بتعم تفهموا علي. تجي لعند واحد مختمر متزوج عنده كم ولد، صار عنده موارد، صار عنده كذا، تجي لعنده بده يطلق مرته مشان تاخده. مشان بتاخذ واحد شاب؟ ليه؟ الشاب فقير هذا ما في عنده، بده واحد يكون معه مشان تاخذ. ما هيك اللي عم يصير يا اخواني؟ الحياة صايرة ابني، وكم من واحد عم ياخذ على مرته في هذا السبب، قاعد بالمحل، تجي لعنده بالطريق حاكته بحيلة سؤال: بالله بيت فلان وين؟ بالله بتعرف لي بيت فلان؟ بحيلة بيت فلان وما بيت فلان، أخذته وأخططت معه، ضحكت له، كشفت وشت وعايت معه، صار في لقاء، قلق فيها، بده إياها. طيب وزوجتك الأولانية صارت كخ، ما هي ما عادت تنفع، ما عادت تعجبه. ليش؟ أنه شاب غيرها. وهي الثانية ما جاي يا ابني مشان الزواج، هي جاي مشان المال، جاي مشان تشلحه. هذيك الأولانية صبرت على الفقر، وصبرت على الشدة، وصبرت على الأخلاق الشريرة، وتحملت منه أشكال ألوان. هي اجت بدها تاخذها مستوية خالصة. فصلى الله عليك يا رسول الله. عم يصير هذا كثير، لذلك انتبهوا من هالأمور اللي عم تصير في المجتمع. بدنا إذا تزوجنا يكون إن شاء الله زواجكم مبارك، وزواجكم إن شاء الله فيه إيش فيه إن شاء الله الكرامة والكمال. وليحذر كل واحد فيكم، انتبهوا يا ابني، يلي بيخطب، يلي بيخطب أو اللي يتزوج، خذوها مني يا ابني ولا تنسوها. إياك ثم إياك تمسك عليك زوجتك كذبة واحدة، اوعى. لا يكذب الرجل على زوجته مهما كان الحال. كمان الزوجة ما تخلي زوجها يمسك عليها كذبة، متى ما مسك عليها كذبة واحدة ما عاد يصدقها. لو بتحلف له يمين ما عاد يصدقها، انه سابق كذبة، وكذبة واحدة بتخرب الحياة كلها. لذلك كلام النبي: الكذب يسود الوجه، هي بتسود وجهها كل حياتها. الناس بيقولوا الكذب على المرأة بيجوز، وهذا
دائما الكذب على المرأة بجوز. يا ابني في له شروط، في له احكام، ما حي الله مرة بتكذب عليها. الكذب على المرأة يلي معها داء الهات، تعرفوا داء الهات؟ دائما شو بدها؟ بدها هات. واما شو بتقلا؟ يا بنتي فضي جيبته، ها فضي جيبته، متى ما تعبت جيبته بمين لغيرك، فضي داء الهات، هات وهات. هي المرأة بجوز تكذب عليها. أما المرأة المؤمنة التقية الصالحة تستمع مجالس العلم عم تتعلم، ما بجوز نكذب عليها. وانت كمان لا تكذب، وعدت وعد عشية بجيب لك معي ان شاء الله موز، جيت عشية ما لك جايب موز، مسكت عليك كذبة، تسجلت عليك، بتعيش 20 سنة، بعد 20 سنة بتقلك ايه وعدتني مرة تجيب لي موز وما جبت لي، بعد 20 سنة ما بتنساها. الأسى ما بينتسى. انتبهوا يا ابني، لا تخلوا الزوجة تمسك عليكم ولا كذبة واحدة. هذا اللي بده يعيش في حياته يا ابني مكرم، متى ما كذبت عليك او كذبت عليها حياتكم صارت كلها بتقلك رايحة لبيت امي، بتروح لعند رفيقتها، بتقلك رايحة على الدرس، بتروح لعند صاحبتها، وانت بتقلها والله كنا بالدرس، انت بتكون وين؟ عند اللي بتحبها. فاذا يوم من الايام اضطرت بدها اياك، انت بتيجي على الجامعة بالله فلان بيقول والله ما هون، ترجع للبيت ما اجا، وين كنت؟ والله عند الشيخ. ايه كذب، ما كنت عند الشيخ. او هلا وين كنتي؟ والله كنت ببيت اهلي. بدأ تليفون لبيت اهلها بيقولوا له ما اجيت. صار الرجل بشك. فاحذروا يا اخواني هذه الامور. الى هنا بوقف عندكم حتى ما كتر عليكم، لحتى توعوا اول باول. الوعي للعلم اول باول، كانه في قدامنا لسه اشياء كثيره بدي احكيكم اياها. عم تنتفعوا فيها؟ سجلوها والله، هي يا ابني اغلى من الذهب بكره لكم. يعني بيخطب بكره وبيتذكر الشيخ والله لحتى تصيروا مثل الجوهره ببيت العم. واذا كان ما عرفتوا بكون الحق عليكم. اللهم وفقنا لما فيه رضاك عنا، وخذ بيدنا لما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وتقبل يا كريم. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة شاملة، وارحمنا رحمة واسعة، وارض عنا وعن أهلينا وأولادنا وذرياتنا رضاء لا سخط بعده. لابد من سؤالين بآخر الدرس بنجاوبكم عليهم. في حال كانت البنت والدها مسافرين، والداها مسافرين وهي بالغة راشدة، فهل يجوز إجراء العقد الشرعي بين الزوج والزوجة مباشرة؟ وإذا أرادت أن توكل أحدا فمن توكل؟ لو كان أبوك وأمك مسافرين لا يجوز أن تكتبي العقد بينك وبين الزوج من غير ولي، فهي زانية. ولو كانت بالغة فهي زانية. مين بتولاكي؟ مين هلا قائم عليكي؟ أخوكي؟ مالك أخ؟ تنزلي عند القاضي، فالقاضي بيتولى. أما تكتب كتابك بينك وبينه فهذا زنا، وقد أخبر النبي عنه مباشرة. 2، من بعد فضل الله أكرمني الله برؤيتكم المباركة بالليل الماضي، كنتم ترفعون يديكم الطاهرة وتدعو لي الله يرضى علي ويجبر خاطرك. طيب، ودعوتم لي بفضل الله بعدة دعوات وبالولد الصالح الحسن الخلق والخلق، وأوصيتموني فقلتم اشربي كل يوم كأس من الهجرة. الكأس من الهجرة يعني كل يوم يصير لك حضور مجلس علم، تتركي بيتك تهجري البيت وتجي إلى حضور مجلس العلم، هذا الكأس من الهجرة.
أن تهاجري إلى مجلس العلم إلى دين الله. هل يجوز لبس أساور ذهب على شكل حية؟ شكل حية وأفعى وعقرب ما عليه شيء، لأنه ما لحى لا يلدغ ولا لحى. فسخ عقدي وأعطاني مبلغ 50,000 واشتريت سوارة ذهب، فهل عليها زكاة؟ لمين اشتريتيها؟ مشان تلبسيها. إذا مشان الزينة بيطلع عليها زكاة، وإذا في ما في زوج بيطلع عليها زكاة. بدك تطالي عليها 50,000 بيطلع عليها قديش؟ 1,250 ورقة. غدا أذهب للعمرة إن شاء الله، فهل يصح إخراج تقرير طبي لتغطية أيام غيابي عن الوظيفة؟ ليش بدون إذن بدك تطلع؟ ما بيسمحوا لك بدون إذن، شلون بدك تطلع موظف بدون إذن؟ ها؟ قطاع خاص. ليش إلك حق على كل اللي لو قطاع خاص ما له حق؟ هي أما أيام غيابك لا يا ابني ما بيصح، لأنه أيام عم تأخذ أجرتها، فأنت طالع للعمرة مشان بالحلال، أما طالع مشان تأكل حرام ما بيصح. لسه سؤال، طولوا بالكم حطتكم جزا بعدين. ها أخي يريد أن يشتري بيت ويريد أن يدين مني مبلغ بقدر 75,000 ليرة سوري، وأنا على وشك أن أذهب إلى العسكرية، وقال لي إنه بعد العسكرية يسدد إلي المبلغ، في ضمان؟ في ضمان يدفع لك يا؟ عم بيشتغل؟ في مورد بيحسن يضمن لك 75,000؟ إذا في ضمان فعله، إذا ما في ضمان خبي مصاريك أحسن لك. أنه إذا كان دفعتهم وطلعت من العسكرية بتطلع وبيقول لك عظم الله أجركم، فبدنا ضمان. ما إنه ما عاد نأمن لا أخ ولا غيرك، ما عاد الواحد يأمن. الله يعيني ويعينكم، مع سلامة الله لكم جميعاً.